السلام عليكم أعزائي المشاهدين، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فطاحل الشعراء. يقول الشاعر: اللي نصنع له طيبة يقرضنا وينسى هذيك الطيبة من راسه، واجدين شلنا من الغريق نهضنا، وهدوا اللي درناه طاح بسياسة، ناونت يا برات كيف بعضنا، الصهد لنا والثناء للطاسة. أعزائي المشاهدين، نلتقي اليوم مع قامات من الشعر من العيار الثقيل، مع فطاحل من الشعراء. نعم، اسم على مسمى. مسمى اللي هي معنا الشاعر الكبير الهمندعي شعيب الهمندعي، وابنه الموهبة الواعد شعيب الهمندعي. مرحبا بكم وأنستونا في برنامجنا. الله ينسك. الله ينسك. طبعا شاعرنا الكبير الهمندعي، نسألوك السؤال التقليدي اللي يسألوا فيه في كل البرامج: كيف كانت بدايتك مع الشعر؟ والله ايش نقول لك، انا غالي علي الشعر من وانا صغير، منذ نعومة حوافري. اظافري اللي هي من وانا كشعيب هذا والله صغر. على طاري البدايات، كانت عندك قصيدة مشهورة وحافظينها الناس كلها وتبعوها الملايين، كانت ترند على وسائل التواصل الاجتماعي، ممكن نتذكروها مع بعضنا ونشاهدوها؟ يا ما جينا ويا من مشينا، واجد عليك رعي، ويا من سهاري فيك يا ما لقينا، تمن عليها ماشية وخذينا، يما العيون سمينا. بسم الله الكريم. هي وين هي؟ عند البرقبة. برقبة خيره. هي هذه بصيرة سعادة أيام رعيوان الشباب. ما شاء الله ما شاء الله. ممكن السؤال الآخر يقول: شنو تفضل أنت في الشعر، الطبيلة، ضمة القشة، ولا الغناوة؟ مزرود. عليش؟ تذكرنا وياك مجرد عليك شحاد، والله متعارك مع شحاد. ولا ننسى الموهبة الواعد شعيب. شعيب، نبي نسألك، بن متأثر بالشعراء انت؟ بثر باليلاغة. وبهي شن ممكن تسمعنا اليوم وتسمع المشاهدين؟ والله انا عندي قصيدة عن الوطن. ما شاء الله، جميل جدا، ممتاز. الوطن محتاج للشعر ومحتاج للقصيدة، تفضل سمعنا شيء. أحسن حاجة عندي النعمة، وبالذات خبز التنور، بعد تأخذها قعمة قعمة ويكون معاها الحادور. قعمة قعمة، هذه قصيدة بطن مش وطن. المخرج يقول فيها معنا اتصال عبر الأقمار الصناعية، تفضل. أخير. مرحبا بك. شنو حالكم؟ شنو أموركم؟ باهية؟ مريقلة؟ شنو حر ربيحكم؟ أمورها باهية؟ شنو حالك يا ودي؟ توين عاد؟ تأخرتوا علينا راكم اليوم. من الفجر وانا نستنى. تقال انت من الفجر، احنا من اول امس انا. تفضل خم. تعال يا ميلاد تعال. بدال بث. يا 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 يا. هاي تفضل. تفضل. يا 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 يا. تفضل صلي. عيب نحن نلم ومن طرد شوش. تفضل كمل. انا عندي مشاركه، المشاركه بتقول وهي يا 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 يا. تفضل كمل. احنا هلك ما فينا ولا مكرومه جبايده تحلف على الجاله، واحنا هلك ما نعدوش كان اللوم نشدوا على الشداد فيما فات، احنا في الدعكه نشوف ما فيناش حتى وعك، نشدوا العدو بالضرب محكة وما فيناش من يجري عليه سلوم، احنا هم نحن واحنا نحن وما نحن، كان نحن حد ما نهبجوا نحن
إن كان سنكحت راحت علينا نحن. إحنا هلك ما فينا ولا مكرومة جيباي إذا تحلف على الجهل. أسلمت أسلمت. أعزائي المشاهدين، آسفين جدا، الشعر ليام هذين تقول سيرت له. حتى نلتقي في حلقة جديدة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على تلفزيون المسار، رمضاننا محبة.